أدعو أخي وصديقي أحمد أبو الغيث لتناول الكلمة لتقديم ما يراه مناسبا من الملاحظات التمهيدية. شكرا سيادة الوزير. والحقيقة شخصيا خططت بعض المحاور أو الفقرات أو العناصر اللي رصدتها خلال أعمال هذه القمة والاجتماعات الوزارية واجتماعات المندوبين والتحضير لها. فبالنسبة للقمة أتفق معك تماما أنها قمة ناجحة بأي مقياس. وأنا شخصيا رصدت 17 رئيس ورئيس حكومة وأمير وولي عهد، 17 من 21، والأربعة الآخرين كان تمثيلهم تمثيل عالي جدا، وبالتالي وبصفة عامة ربما هي أحد أكثر القمم العربية حضورا من حيث المستوى. دي الحقيقة نقطة يهمني أقولها. النقطة الثانية أنه جمهورية الجزائر وفرت كل الظروف لنجاح القمة، سواء من الترتيبات، التنظيم المتقن جدا، المبادرات الموضوعية الخلاقة لإثراء أعمال القمة. القمة طبعا زي ما صديقي الوزير العمامرة اقترنت بأول نوفمبر، ثورة نوفمبر، وكان عرس جميل بالأمس أنه كل هذا الحضور القوي من العرب أو من الأجانب أنهم يشاركوا الجزائر في مرور 68 سنة على هذه الثورة. اتسمت القمة والاجتماعات بقدر كبير جدا من التوافق. لم نرصد مثل بقية الاجتماعات، دائما بيكون هناك بعض التحفظات على هذا القرار أو هذه الفقرة في القرار. فهذه القمة الدول غابت التحفظات حتى هذه اللحظة، يمكن يأتينا تحفظ من هنا أو من هناك. أجرينا لأول مرة تجربة، لأنه في الاجتماعات التشاورية اللي بتعقد بين وزراء الخارجية ذكر في اجتماع تشاوري في شهر يونيو، شهر 6 في بيروت، ذكر انه القمم دائما او الاجتماعات الوزارية دائما تكرر نفسها وتصدر الكثير من القرارات والمستندات، وانه ربما لا داعي لهذا النظام، وان احنا نحاول كاجتماعات وزارية ان احنا نقر ما سبق إصداره من قرارات في سطر واحد. والقمة أو الاجتماعات الوزارية تبنت هذا الاتجاه، وبالتالي في جدول الأعمال كان في إقرار القرارات السابقة التي اتخذت على مدى الفترة من 2019 منذ مارس القمة الأخيرة في تونس حتى اليوم. وبعدين حصل تحديث لقرار جديد، موضوعات الأمن القومي العربي على محاور كثيرة.
وبالتالي كان فيها قدر من التحديث. التحديث الإضافي الآخر هو العمل الإلكتروني، إنه ما فيش مستندات، ولكن كل شيء من خلال شاشات الكمبيوتر. شخصياً رصدت في مداخلات القادة إنه في إحساس بالحاجة إنه الدول العربية أو المجتمع العربي يكون قادر على التفاعل مع العالم الخارجي في صورة كتلة عربية قادرة إن هي تتخاطب مع العالم ويحسب لها حساب ككتلة وليس كدول فرادة. في ملحوظة مهمة للغاية، إن البعد الاقتصادي في العمل العربي المشترك استحوذ في هذه القمة على اهتمام أساسي، وأسبابه واضحة جداً أمام الجميع. في أزمة طاقة، في أزمة غذاء، في أزمة مياه، في تغيرات مناخية لها تأثيراتها على الأوطان العربية، وبالتالي كان فيه اهتمام كبير. ومنذ يونيو الماضي في الاجتماع التشاوري أنه الأمن الغذائي العربي يجب أن يحظى بالاهتمام، وبالتالي أعدت ورقة أو دراسة نحو استراتيجية عربية للأمن الغذائي. وحتلاحظوا اللي يتابع قرارات القمة يلاحظ أنه حديث على عرض من السودان لإتاحة الفرصة لزراعة قوية تؤمن الأمن الغذائي العربي بالذات في الأقماح. يلاحظ أنه في حديث على الميكنة في الزراعة، يلاحظ على حديث في الاهتمام بالمراعي في الوطن العربي. كلها مسائل استحوذت على الاهتمام. القادة أتيح لهم المرة دي، ويمكن توقف هذا الجهد منذ 7 سنوات، أنهم يلتقوا في جلسة تشاورية بدون أوراق، يقعدوا مع بعض في حجرة ليست بحجم القاعة الكبرى للمؤتمر، ولكن حجرة يعني محدودة الحضور، كل قائد ومعه وزير الخارجية فقط، وبالتالي يستطيعوا أن هم يتحدثوا في أي موضوع يهمهم. القمة اهتمت بطبيعة الحال بدول الأزمات، سواء سوريا، سواء ليبيا، سواء اليمن، ودي دول معرضة لأزمات على مدى العقد الأخير، بالإضافة طبعاً للقرار المعنون صيانة الأمن القومي العربي، وده بيتناول كل المحاور اللي بتحظى في هذه اللحظة بالاهتمام العربي، منها على سبيل المثال الأمن المائي لجميع الدول العربية كجزء من الأمن القومي العربي، وتكرار للقرارات التي تناولت هذا الأمن المائي العربي على مدى السنوات الثلاث الماضية. أقصد بها طبعاً المطالب السودانية المصرية في أن يكون هناك اتفاق ملزم لأي سد أو للسد الذي تقيمه إثيوبيا حالياً على نهر النيل. في حديث الوزراء وحديث القادة
كان أيضا هناك ملامح للمطالبة بأن تكون هناك حلول عربية للمشكلات العربية، وأن تتوقف الأيدي الخارجية أو الأطراف الخارجية عن التدخلات في الشأن العربي. دي كانت واضحة في الكثير من الأحاديث. فيما يتعلق بالأزمة السورية، صحيح سوريا لم تشارك في هذه القمة، لكن كان الحديث على سوريا حديث هام للغاية. هيلاحظ المتابع لهذه القمة ولقراراتها أنه في جدول الأعمال كل القرارات الفلسطينية اللي سبق اتخاذها على مدى سنوات وسنوات تكررت مرة أخرى. وقد يسألني سائل، طيب لماذا تتكرر قرارات فلسطين وبقية القرارات أقرتوها وأكدتوها في سطر واحد كتجديد أو تحديث للأسلوب لعمل؟ وهو أسلوب قد يبقى معنا وقد يتغير طبقاً للتجربة اللي احنا بنعملها. الرد على هذا السؤال أنه فلسطين هي القضية المحورية للأمة وللدول العربية، وبالتالي كان في هناك تصميم أنه تستمر هذه القرارات وتترجم وتطرح على الأمم المتحدة وعلى كل التنظيم الدولي زي ما بيحصل كل مرة كتأكيد لتمسك العالم العربي بالقضية الفلسطينية، خصوصا أنه وضح في كل الأحاديث التمسك بمبدأ الدولتين والتمسك بمبادرة السلام العربية. هذا الحقيقة كل ما أستطيع أن أقوله سيادة الوزير.